في مستشفى دار الشفاء عندنا في القاهرة، اتنين من الإخوة راحوا علشان يزوروا أحد المرضى، وبعدين وهم جلوس في البهو بتاع المستشفى لقوا واحد نازل بيترولي وأمه أو امرأة يعني على الترولي ده، ثم تركها وذهب كأنه راح يدفع الحساب أو كده. المهم هم قاعدين قالوا لو وجدنا المرأة ايه بتشهق، المرأة بتشهق، بقول قمنا احنا الاثنين لها ولانها فعلا بتطلع في الروح تجود بنفسها. فلما علمنا انها بتموت قلنا لها ايه، قولي لا اله الا الله، قالت لا اله الا الله، قولي محمد رسول الله، قالت محمد رسول الله، وماتت. وبعدين قعدوا مكانهم يعني مستنين ابنها او اللي كان معاها بيزق الترولي ده. المهم جاء الفتى وبعدين يعني شاف امه فقاموا قايمين له وقالوا الباقيه في حياتك بقى وبتاع، لله ما اخذ وله ما اعطى، ومعلش وماتت وبتاع، بس نبشرك ان احنا قلنا لها الشهاده وقالتها ورانا الحمد لله. قال لهم كفرتوها يا ولاد الكلب، طلعت المرأة نصرانية. والله بيحكي لي الأخ كده، تخيل تخيل طلعت المرأة نصرانية. شوف شوف الخواتيم لا يعلمها إلا الله. ربما بعض من تسمى بأسماء المسلمين يقال قل لا إله إلا الله يقول ابعد عني ويتضايق. وأنا عندي حكايات من هذا، عندي حكايات من هذا، واحد موسيقار وواحد مش عارف إيه والكلام ده، يقول له قل لا إله إلا الله يأبى أن يقولها ويتضايق وسكتوه ابعدوه عني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالخواتيم. خلصت. فلا تدري الدنيا ماشية إزاي، من بركتها هذه الكلمة أن من قالها دخل الجنة، فكيف بمن جعلها منهج حياة لا يصدر إلا عنها.